تحية لك مجددا زميلي العزيز ابراهيم عبد الجواد، كل التحية لضيوفك الكرام والمشاهدين ومشاهدي اون سبورت في كل مكان. خسارة مفاجئة للنادي المصري بعد فوز ولا اجمل على النادي الاسماعيلي في المباراة الأخيرة النهاردة أمام نادي الاتحاد السكندري، خسارة مفاجئة 1-0 هنا على استاد الجيش بالسويس. يسعدنا أن يكون معنا الكابتن ياسر عزت مدرب النادي المصري. كابتن ياسر برحب بيك في اون سبورت، وبقول لك هارد لك الهزيمة النهاردة. الحقيقة نتيجة غير متوقعة بعد الأداء الرائع أمام النادي الإسماعيلي في المباراة الماضية والفوز، شايف إن اللعيبة كان عندها ثقة زيادة النهاردة؟ أهلا وسهلا بحضرتك وبالكباتن في الاستوديو. والله احنا ما كناش متوقعين طبعا النتيجة يعني، لكن احنا بنحمد ربنا سبحانه وتعالى. اللعيبة أدت وعملت المجهود اللي عليها. طبعا الإصابات الإصابتين الأولانيين دول بس أرباكوا بعض اللعيبة شوية، خلوهم طلعوا من التركيز في المباراة. طبعا الهدف اللي جه عندنا في الدقيقة 46 من الشوط الأولاني برضو أربك اللعيبة وخلاها إن عدم ثقة في الشغل، لكن احنا نزلنا الحمد لله أدينا 90 دقيقة بشكل كويس. اللعيبة نزلت الطعم الثاني وأدت وقدرت إنها يعني تهاجم مرمى النادي الاتحاد الاسكندرية. بس إن النهاردة الكرة مش ماشية مع المصري من ساعة التسخين، يعني مع إصابة اللاعب إسلام وهو بيسخن وبعدها ب 10 دقايق لاعب بيخرج خروج اضطراري، تحس إن الدنيا مش ماشية من قبل المباراة ما تبدأ. لأن احنا الفترة اللي فاتت دي احنا تعبنا جدا، ويعني لعبنا ثلاث ماتشات في 6 أيام، من بورسعيد لاسكندرية، من اسكندرية للقاهرة، ومن القاهرة للسويس، مش لاقيين أماكن طبعا. يعني في حاجات هنا عشان أنت عارف أعياد 6 أكتوبر بقى يعني. فاللعيبة عملت ماتشين جامدين جدا، ماتش أفريقيا وماتش النادي الإسماعيلي، كان ماتشين جامدين جدا. الكابتن حاول إن هو طبعا في ماتش أفريقيا يريح بعض اللعيبة المهمين يعني، وطبعا عمل مجهود جامد ماتش النادي الإسماعيلي. الأرض أخدت مجهود جامد بالنسبة للعيبة. إحنا الحمد لله رجعنا وجينا على القاهرة، عملنا الاستشفاء بتاعتنا، واللعيبة برضو يعني كان في بعض الإجهاد منهم. لكن احنا بمناسبة الإجهاد خلينا أسألك، احنا شايفين النادي المصري السنة دي بيشارك في 3 بطولات ولا أقوى، الدوري المصري الممتاز، كاس مصر، البطولة الأفريقية، شايف ان احنا ممكن نعمل روتيشن في الفترة اللي جاية عشان تفاديا للإجهاد للاعبي النادي المصري، ولا كابتن إيهاب جلال ناوي يستقر على تشكيل بذاته ويثبت التشكيل في كل البطولات؟ احنا عندنا الحمد لله كل اللعيبة على مستوى عالي جدا، والفترة اللي فاتت دي برضو احنا عاملين استشفاء كويس جدا، لكن احنا الإصابة يعني ده برضو من نتيجة إجهاد شوية من السفر. لكن ال 22 لعيب أو ال 27 لعيب اللي موجودين عندنا كلهم على مستوى عالي جدا، وكابتن إيهاب كل ماتش ممكن يغير 2-3 لعيبة في أي مركز بالنسبة لحالة الفرق اللي احنا بنلعبها. الماتش بس اتحاد اسكندرية ده هو اللي يعني اللعيبة ما قدرتش تركز في الإصابتين بتاعت إسلام ووادي، ده برضو أخد من ذهن اللعيبة عندنا جوه اللعيبة الأساسية. اللعيبة أساسيين تقال في الفرق طبعا، اسلام عطيه يعني ووادي يعني من اللعيبه الاساسيه واللي ليهم شغل مميز عند الكابتن ايهاب. لكن ان شاء الله باذن الله احنا يعني عندنا فتره توقف، فباذن الله نقدر برضو ان احنا نرجع كل اللعيبه، والكابتن ان شاء الله يقدر باذن الله، لان عندنا ماتشات صعبه حوالي 3-4 ماتشات برضو صعبين الفتره اللي جايه ديت في عدد قليل 13 يوم او 14 يوم برضو، واحنا ان شاء الله جاهزين لده باذن الله. اشكرك كابتن ياسر وبالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله. اشكرك، شكرا جزيلا. شكرا اعزائي مشاهدي اون سبورت في كل مكان. اذا ده كان لقاءنا مع الكابتن ياسر عزت مدرب النادي المصري عقب تلقي المصري البورسعيدي خساره مفاجئه امام ابناء الثغر النادي الاتحاد السكندري بهدف نظيف. لكن قبل ما ارجع لك يا ابراهيم، خليني اقول لك بعض الاجواء التي لم ترصدها الكاميرات عقب انتهاء اللقاء. الحقيقه جماهير الاتحاد السكندري القليله جدا اللي حضرت هنا لاستاد الجيش الثالث بالسويس كانت في فرحه عارمه واحتفلت مع الجهاز الفني بقياده الكابتن طلعت يوسف وكل لاعبي نادي الاتحاد السكندري حوالي ربع ساعه بعد المباراه. الحقيقه كانت فرحه كبيره. اما على الجانب الاخر الحقيقه جمهور النادي المصري كان خارج في حاله صمت زي لعبته بالظبط وزي الجهاز الفني، حتى كل اللعيبه رفضوا اجراء اي احاديث صحفيه وكانوا في حاله حزن تام. حتى الكابتن ايهاب جلال الحقيقه على غير عادته تماما كان خارج، كان في حاله عصبيه شويه. كابتن ايهاب جلال دايما معودنا ان هو يكون هادي، لكن النهارده كان متعصب شويه نتيجه لانه اللعيبه ما ادتش بعض الجمل التكتيكيه اللي كان قايلها، وكان حاسس ان في بعض الثقه الزايده من لاعبي النادي المصري عقب تاديه مباراه قويه جدا امام النادي الاسماعيلي والفوز على النادي الاسماعيلي في المباراه السابقه.